كارثة إنسانية وبشرية سببها الرئيس عطل في جهاز الإشعاع لمرضى السرطان في محافظة النجف. مدير المركز اتهم وزارة الصحة بالتسبب في تعطل جهاز الإشعاع، وذلك بالتسويف والمماطلة من قبلها لإكمال عقد الصيانة للجهاز، ليؤكد أنهم وجهوا مناشدات للوزير السابق والحالي والوكيل الحالي لكن من دون استجابة. وأما عن الوقائع الخفية في المركز فقد تحدث عنها المعالج الإشعاعي الدكتور علي حسن هادي. الشركة بلغتنا أنه الليمت مالته 25 مريض، لكن احنا يصعد على الجهاز من 70 إلى 80، حتى وصلنا إلى 90 مريض باليوم الواحد. زين، يعني بسبب اللود اللي حصل على الجهاز سبب أنه كثرة عطلات هذا الجهاز. معاناة تهدد حياة المرضى وتقف عائقا أمام شفائهم، هذا ما أكده الدكتور نجم الحدراوي معاون مدير المركز. المشكلة بالجهاز أنه خارج عن الخدمة، عقد صيانة ما مجدد، عطلاته صارت متكررة، بالأسبوع يعطل فد مرة مرتين، لذلك صارت عندنا حجوزات، يعني المريض يتأخر فد 4 5 6 أشهر، هو يعني مسجل سرعة على مدى الإشعاع. هذه فد مشكلة صراحة يعني تعيق شفاء المرضى. أما مراجعو هذا المركز ذهبوا إلى أبعد من ذلك وتحدثوا عن مزايدات على حساب المرضى، وأن جهات متنفذة مالكة لمستشفيات أهلية تقف بالضد من استمرار عمل هذا الجهاز رغم الزخم عليه وعدم استيعابه للمراجعين. أني بالنسبة لي عندي مريض وجاي أراجع به للعام، فأني الأهلي ما أقدر أمشي لأن يتعاملون بالدولار. قاعة وحدة، ويعني مرات حتى سرير ما نحصل، أقعدها على الكرسي. يعني أنا مرة من عندهم كتب لي الدكتور جرعة وحدة 950 دولار، يعني 9.5 أوراق. هاي وحدة، غير الثانية ما أقدر أوفرها. وها هي أجساد مرضى السرطان تئن بسبب تعطل جهاز الإشعاع الوحيد ليس فقط في النجف بل في منطقة الفرات الأوسط كله، والجهات المسؤولة في المحافظة والوزارة تقف بموقف العاجز المتفرج أمام مركز بلغت كلفة إنجازه 12 مليار دينار.